علي عندي اتصال وياه. مو يا ولد؟ نعم استاذ. نعم استاذ. الو السلام عليكم. بس علاوي خليني اشرب لي مي، انا اغص والله. بس خليني اشرب لي مي. براحتك استاذ. علاوي، هاي مناشدتك لوزير الدفاع والاستخبارات العسكريه. نعم. انت تقول اخوك المجد علي حسين احمد القاطع من منتسبي وزاره الدفاع العراقيه انقتل اثناء الواجب ويرتدي الزي العسكري على الشريط الحدودي ربيعه سنوني، يبعد عن النقطه 2 كيلو، واسباب قتله لحد الان مجهوله. زين، قبل لا ينقتل صارت مشكله ويا امر فوج. انا اعتقد هاي قصتك تعرضت لها، مو اللي خابركم اعطيني يا علي الخفاجي. علاوي انت منين؟ من يا منطقه؟ الو السلام عليكم استاذ. عليكم السلام، انت من يا منطقه علي؟ استاذ وبالضيفه احنا بالله وبيك. الله احسن من الناس. الله يسلمك استاذ، لان هاي قضيتنا يعني ما حد وقف لنا بيها، لا دوله لا اي شيء، واحنا ناس يعني فقر نمشي على القاع، ما عندنا اي شيء ننتشي عليه استاذ. اي استاذ، انا اخوي متسب بوزاره الدفاع فرقه 15 لواء 71 الفوج الثالث السريه الثالثه. اي انا اخوي خابرني قال لي احد هي المشكله الفلسطينيين، خابرني قال لي متعارف ويا امر فوج وامر سريه، متضارب وياهم ومتغالط وياهم، وجندي اسمه وليد عبد فرمان. اي وامر سريه محمد محيي الشمري. اي امر الفوج محمد محيي الشمري وامر سريه طارق يوسف ناصر. اي استاذ مسوي لك عامل نفسي، يعني عامل نفسي كلش قوي وما ينحكي، وهو الحد الظهر يعني يشتغل. شنو اللي ما شنو العامل النفسي اللي ما ينحكي يا اخ علي؟ استاذ يعني مطينا حبايه ويا شاي. حبايه ماليش؟ مال كبسله؟ حبايه نوع مخدر وضاربين عبره. منو اللي قال لك هاي المعلومه؟ القلال يا المرحوم، يعني بيوم الاثنين اليوم اللي انقتل بيه خابرني بالخمسه الفجر، قال لي علاوي طب على صفحتي شوف ايش بيها ما بيها. طبيت على صفحتي قلت له ماكو بيها شيء، لان هم الظاهر يهددونه بغير شغلات. اي فقلت حسيا ماكو شيء وهاي، فهو اتصل بابوي وفهمنا بالقضيه كلها، وصارت اتصالات من الصبح لحد المغرب، حكيت امر سريع قلت له بس انا اريد هاي المعلومه ما اريد اغادرها. قضية الأبرة والحباية أخوك الله يرحمه قال لكم إياها؟ نعم نعم قال لنا إياها، وإحنا نطالب بتسجيل المكالمات وبنفس القبر. زين، إلى أخوك هذا يدري هاي الحباية والأبرة مو زينة، شنو تشتفوه وضربوه هي أخذها بالقوة؟ استاذ آمر سريع من مودي عليه مطي قال له اشرب شاي. إي هو هذا جندي وليد عبد فرمان آمر سريته، فهو شارب شاي قال علاوي بعد ما دريت بروحي يعني هيست روحي انضربت ابره. ها اي بعد ما ضرب روحه، فهو من مستيقظ مخابرني بالخمسه الفجر. اي يعني مسودن الولد، قال له علاوي انا هيك وهيك السالفه، طب على صفحتي حكي قاعد يطلع، يعني استاذ اكو شغلات ما يعني صاير اكو قضايا لا اخلاقيه. اي استاذ، فانا ابوي قال له روح للاستخبارات، رايح للاستخبارات وما مشكينه، فهم ضاربينه شنو بالاشغال، فاخذوه من مقر سريه ودوه نقطه على الشريط الحدودي، هاي النقطه هي 5 جنود، خلوه ذبوه بالواجب، لحد هيك وقت احنا نتصل وياه على اتصال وياه، قال علاوي تجوني وتعرفون السالفه هسه تطلعون، هسه تجون، هسه ما ادري شنو، خابرت على صديقه اللي وياه بنفس النقطه، قلت له حسين ايش فيه؟ قال ما ادري. صح حسين حاكاني حسين، قال لي علاوي هسه تجون، انا القضيه واحدة 2 3 هاي قضيتي. اي لقف التليفون امر سريه، قال احنا من قد ما خايفين من حسين خاف يكتلنا شلنا ابره سلاحه بدون ما يدري. اي شالوا ابره سلاحه بدون ما يدري، يعني سلاحه صار خشبه يعني ما من ازين علاوي. انت الان عندك شاهد انه ابره المرحوم مشوله؟ عندك ما يثبت هذا؟ هذا استاذ انا هذا الحكي اللي احكيه حكي هذا امر سريه من لقى في التليفون من صاحبه قال لي احنا شلنا ابره سلاحه بدون ما يدري خاف يكلمنا. احسنت. اي هذا الحكي تسجيل مكالمات ورحت للاستخبارات وحكيته ودونت اقوالي ورحت لمحكمه الكرخ وحكيته ورحت الرئيس اركان
الجيش. انت الان عندك دعوه قضائيه مو المن قابلت؟ قابلت رئيس اركان الجيش اللي هو عبد الامير يار الله. عبد الامير رشيد يار الله. اي انا ايش قال لك يار الله؟ قال يعني قال احنا واصلتنا القضيه وطلع لي رساله ويردون يتحققون من التقرير الطبي ومشينوا وودى لجنه الطياره تحقق بهذا الامر، بس بعدين يعني ما عندنا اتصال بهم. هاي اللجنه راحت خلصت ما ندري. هسه انت كملت القصه خلصت مو؟ احنا نطالب بنبش القبر وتسجيل المكالمات. ماشي. أنا السيد مدير الاستخبارات العسكريه العامه والفريق مهند وتوت، بس انا ما اقدر ادوس بالتفاصيل على الهواء. انا راح ابعث لكم المقطع. القضيه يبدو تحتاج الى التعمق بالتحقيق. شاهد موجود وامر سريه موجود وامر فوج موجود، وفعلا للقضاء قول اخر. فالاخ العزيز فريق مهند والسيد مدير الاستخبارات العسكرية اناشدكم باسم الانسانية وباسم كل مظلوم عراقي، هاي القضية قد تصلون بها الى مجرمين حقيقيين. انا دائما اقول وقلتها يمكن بحلقة اول البارحة، قلتها مع اللواء سعد معن، انا اشك بنفسي لكن لو لا اشك بالجيش العراقي والقوات الامنية. ذول الأبطال اللي ظلوا تاريخ وعنوان، راحت حكام اجت حكام، لكن يحصل الخطأ. أترجاكم هذا المقطع، وأريد تحقيق بهاي القضية بما يرضي الله ويكون متناسبا مع الوجه الأبيض للقيادات البطلة في هذا الجيش وللتاريخ وللشهداء، لأن ما نريد ابن حرام يلوث سمعة الجيش العراقي. علاوي انا اتواصل وياك. علي راح.